وحمانت مجالات هرجيس اللقو قبتي سيارة الشيخ عبد القادر تشيلاني ودوني ذا اوردال مانت ميلا بدن لقو قبتي ذا بلدجا سيارة مناسبة الشيخ عبد القادر تشيلاني مناسبة حفلة وسوين لوسو اجاسما يا وحا سوق مقابي علماء واوين ايدين عقادر يدا او اي قرب صعدان مسؤولين توغسر سرئيس علماء سيقادر يدو وحانا هالكاسي لاغاقا ورمي مرحلة ديه كالدوانا ايا تاريخ دي او شيخ لها يدو هالكاسي لاغو فاهي فايدة دي قيمة هاي اللي دهي بلشدة يدوني دا كالي اسلام كا سيارة دا شيخ عبدالغادر تشيلاني هذا دي هالكاسي لاغا سو تشيدينا وحاكم دها حانوهم بليين يا دمان اهل الغادرية ملك السيتيوغان اسلام كوردو حانوهم بليين يا شيخ عبدالغادر شيخ الغادرية كلية ماهين شيخ الاسلام بوها اللهم صل على المركز الإسلام كدوم وحنقوهم بليين يا حفلة قيمة هي قدرين تله إيش عبد القادر الجيلاني أي نسقون نميت على سنة كسنة كيسة إلى أي نوقر سي النبضي بش بش يبروا كل عام وأنتم بخير وحن كلمة إذا كيف هي السنة يا وعن هذا لا أنا قاعد أه شن عبد القادر الجيلاني يتعرف لي سوى لي نقطة سنة دونا موقف يربع تلمامي دونا موقفي اللهم صل على سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني تجاه الجهاد اللهم صل على سيدنا محمد بل الشيخ عبد القادر الجيلاني يا قدس يا جهادك ما حاك دحيي وموقفك كواد موقفك لبعض علماء الصوفيه والشيخ عبد القادر الجيلاني وكم ديهاي جهاديه دي امه الاسلام اي سو قالين اللهم صل على سيدنا محمد قال تبيك حاين علماء الصوفيه مركا ليه مركا علماء الصوفيه ليه اللهم صل على سيدنا محمد يا نقنيان مركا كومر بل تشا عبد القادر الجيلاني علماء القرن الخامس يا سيدي اي سوق حدنايين يا سيدي أيوة صباحية المدرسية الشيخ عبد القادر الجيلاني رجها ليه سيدة صلاح الدين الأيوبي وكله رجها كصباحي المدرسية الشيخ عبد القادر الجيلاني كبيها عبي كبحوش قاتي أيو كبدها مركا منتصف القرن الخامس الهجري مشوها الرواد وأقامة أحد الزهاتي محل النائم من الصحراء وهي كتابة تاريخ رئيسية كحصان إن كبلا مسي جهاد كستا وعيد السود السيسر رقع أيهايين مشايخ دريقوين كسمين يمالك بحسن قربها تدمين وعيد كل ما الولوك النسبة جيسا يكو يديسا شيخ دين تنولي ومعنون تنون دشي حسوس ينقم بدي هاي مركا إساقا يين وحف لصمين إنا شيخا وحن وحف لصمين إنا قرآن أخرس إيه احترام إيه تاريخ جيسي إيه كتابه جيسي إيه نكشة كيلو لبقى معنى عيارة كتيرة إيه نبرو تشيل كسوكا عيه إيه هدي عن كفتمو والرغم عن في الوهابية الجفافة إيه نصنباري بصم إيه دولك وهابي الله يقاله أولا لدي له سيدة خلضل كفا من الشيخة تاسوا كفتم تاس labadaas macna ayaynu u xuseynaa sheekha macnaha saddexaad waxa weeyaan waynu dalkeena iyo dadkeenaba ugu ducayno maadaama sheekhu ahaa hoggaamiye diineed dhaqankiisi waxna inuu ciraqaadasho in wax ka barano Sheikh Abdul Qadir al-Jilani siyaasiyiisi iyo taariikhdiisi horena waa lagu xusay imika waa lagu xusay doona wax qariib ma aha waxaanu xuseynaa سيد المغرب دينو سيد دين تو داد هين تري سو مد ولن تري شيخوها ها سلطان دادهيا دين تا هي علماء السيد أيوها هي تعليم تا صالحين تا وعوي حقيقة أن شيخنا إمك أين كارل هينو وحكمين يا هاي شعائر الإسلام شعائر الإسلام فإذا كانوا لا يكمن قول يا حقيقة ويا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ومعلك إسلام كأولا دين الإسلام هو قامل رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى رسولك كنت المامة علماء سيد الشعب القادر الجيلاني يعني تلمت قاعد أي العلماء ولدة الأنبياء
أو الرسول صلى الله عليه وسلم من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب الأولى روحي دبر بأولياء الأمير كملا وأولياء إلهي والبريين وإنت إلهي رميزي دمان إلهي عز وجل رسول يسمى رميزي أولياء أوكيو جايش عبد القادر أوكيو عند الدب أولاك السداء فقد آذنته بالحرب إلهي بالحرب الأولياء يعني الدقائق عن نور الحية كان يكتبون عالم دين تسلام كا او عارف ربي يقانا عارف ربي يقانا ايوها وهو عاشق عبد القادر جيلاني انت بضان او بضان وحي نبي محمد كدن بي دين تفيدين تيدي بريتان كيدا احد كو او عان صنبوها وحا علماء بلو وح بضان بي كو امانتي كتاب شيخ عبد القادر جيلاني إسحاق شيخ عبد القادر جيلاني وحبذن بو صفة الدين الله في ديو يهلك وكذ بلاده يهلك وقرسيه وكشيكيه كنت علماء دي ووينيد إلا ما أنت قرنك أن نشوفنه شيخ محمد الربيع علماء ذا إنه أرجناي أقوينا نائب المختار بكون مقعابي نائب المختار شيخ بعض ربه ماري شيخ شعب القادر جيلاني وحولاني شيخي يا جيلاني حسني أبان ومن حسيني قدر شيدي مدد يا جيلاني مرشيخنا مدد يا جيلاني شيخ المدد شعبد قادر جيلاني وحيانا إلهي كراب سرت المحكي لي وحكمي لها وحنا شافر بقولي وتدوات كي تريال وحنا وفاد شاف شن بقولي وكوبيو نحلي كي تريال كوبي سجاف تجيب بقول دتاي مركان وليد لا عارفين تبع عارفين تري إن الرسول الله يبدأ بمشاري شاف في عشق وما في كمال مركان تري هذا حفاري ودلت تاريخ دوشاف وشافر بقولي توات كي أفر بقولي توات كي تريال كلمة عشق وصل حصة مركان وفاد كي شاف مو كوبي سجاف تجيب وها حسابك تبيه بالقوة الدلالة وحصابة حياة كمال مركب رسول الله في ذلك وفجاله وإماده تعيبه وإماده وحبناه منك كجرب حلوه وكجتري صدق كمال ولا يستران شعب قادر تلال إسلام كل وقتك إذا حلوين وحوقتك تضوعت كتاب كبرا كل سياق قصر مشري وحوقتك يا أولادي سيروا صدق الله من الله مد وضع ديتا وحوافة مد طريقة الموقع اللي ديتا مو وياه مد محاور ما يمنع ما في اللي نشري على حال ديتا إسلام كمان قادرية ناقة أنت حتى إذا شتير ولا قادرية إسلام المعانة إلا كم بيع يعني مثال كتاب الله يا هذول شعب قادر تشري إسلام المعانة تا تعرف حكم مخاطية بالحال شو ولا هو هادي ee hadda neeyay misaajid dad ka soo la iyo meelaan madarista yar furte lacagta suuudi ku socoto ar kun iyo 900 wax weeyaa 100 iyo 200 sano ka hor 300 sano ka hor soo ma ar muhaajirii joogay geeska afrika la keen ma jiraadeen shaad qadir al-jilani marka laga sheekeynayo mawaadiicda looga sheekeyo ama ka sheekeyntiisu faa'iidooyinka ay leedahay waxa kamida kun إلا إسكار رواه إن تاي الابتداء بسيرته خطايا شلو مطيدة تقن كيسي وحلوغة شاكين يا وعقو أدكار لغو أدكار عقيدة دا إسلام كا سيدا وشيخ لغو أدكار وبرشة دا دين تا وشعب غادر الجيلاني سيد وشقية دين تا برشة دينا إن سيد اللغة شاكية أو لغو أدكار إمام قادر الشيلاني هل ممكن هذا الوقت يا عبادة وسيوة المؤمنين والإعلام والمجال مشارك أمر المترك الهواء والإعلام الناس على عبادة الجلال وهو عقب مشارك الأولى والمؤمنين والمؤمنين
يا قارئ الدنيا نبقى نفهم كيف أيوة عارف شعر قارئ الدنيا أعمل الله يقول كيف هالمرور ما من تقول من لا تفهم عليه يا أيوة سبحانك الله أجمع قبل تعلم الإمام رحمه الله قبل تعلم إنه سفر في السحر عشان عبد القادر جيلان كشف وحين هو أجين يوحين أن أجين انتبع لمدى يا سفي عن إنه فاحصي ما تأسيه أنه كثر يرهن إن شاء الله تعالى وحيا الله مكشفين وحوي إن المناسبات أنه عن وقراء علمدى مبورك ما نوصيه شعار تسبان في الجوه مين يؤمن المكشفين وأن وغيك أنه إن شاء الله تعالى بيتنا تيرضان المهيب لمدى إلهيسا شقاضة في عن جمعية القادرية يقول إليه من الأمام الشقائية أكبر وقبر تاقنا وحملنا وضمهات سنتهين وراك حلوة هاي لغا سارة ما دام عين الدين في محمدية هو رميني أمة المحمد في القمان تيري نوت عين واحد لغا ساري هو عين في نوغا ساري هاي وهي وقرني بحلق ساري إنك إياه ستبت الجوكا halkaasi lagu soo bandhigay qasiidooyinka nimi amaanka iyo waliba qasiidooyinka lagu xusayo siyaarada sheekh abdul qadir jeelani oo halkaasii culimada qadiriyadu ay jaanta isla heleen gabagabadiina halkaasii waxaa soo gabagabeeyay xildhibaan hore axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo isagu ka mid ah culimada qaadiriyada isla markaana mar walba isagu dadka ku booriya xuska iyo siyaarooyinka sheekh abdul qadir jeelani iyo siyaarooyinka kale ee culimadii hore ee qaadiriyada culimada diinkii diinta islaamka loo kala fadhiisanayay ee ictinaadiga cilmigooda iyo warcooda iyo caqiidadooda iyo sugnaanta cilmiga ay yihiin la tilmaamay
هذه حق التفسير كتاعي، هذه حق الفقه كتاعي، هذه حق الحديث كتاعي، هذه حق التاريخ كتاعي. علماء الدين الإسلام كتير والله هاي بارك الله عليه فضل إلهي سيش عبد القادر الجيلاني. أنت سايب وقتها. على قدر إخلاصه يعني مخلص لماذا خالص لماذا شيخ عبد القادر الجيلاني وخالص لله إلهي الدين كيسا أي وعلامة قوة سيد إلهي وحنباري وعالم وقاسي مجعي سيدي طريقة ديسي الدوية دمال التكتو هذي شن تقارضو يوروب تهي هذي نورث أمريكا تهي هذي أفريكا تهي هذي إيشيا تهي مال التكتو أنا مجعي طريقة شيخ عبد القادر الجيلاني متغينيني متشيرو عمر وعلي يا عبد الولي بلشتي في هرقيسه.